السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نلعب شوية في شات جي بي تي. طيب بداية في حاجة اسمها شيت. شيت يعني ايه؟ ده عبارة عن برشامة، يعني بيديك في ورقة او ورقتين او عدد بسيط من الورق بعض الحاجات اللي تسهل عليك الشغل. على سبيل المثال مثلا تلاقي اكسل ورقة واحدة مكتوب فيها اهم الدوائر اللي انت ممكن تستخدمها، الاوتوكاد اهم الاوامر اللي تستخدمها، الوورد وهكذا. فهنا هو عامل لك شويه حاجات، بيقول لك ان انت الحاجات دي افكار ممكن تساعدك في الحاجه بتاعتك. ممكن تقول له مثلا ايه، اكتب لي مقدمه باراجراف لقصه مثلا وهكذا. تمام، تعال نجرب. انا هنا مختار ان هو يكون بالعربي، نشوف بقى اكتب بالعربي ولا بالانجليزي. اهو ففعلا كتب لك ايه زي مقدمه كده لقصه، يعني دي مثلا على سبيل المثال. تمام، برومت بتكتبه وهو يبدا يجيب لك مثلا، ممكن تقول له لخص لي الجمله ديت. تمام، هو لسه مخلصش، لسه ممكن اقول له اوف عشان ايه، عايز اديك حاجه تانية. يبدا يلخص الحاجه. طيب ممكن نقول له ايه برومت تاني، ممكن تساله مثلا عن حاجات تاريخيه او كذا. هيقول لك بقى سنة كام بقى. طيب خلينا نسأله بقى سؤال يوافق كم هجرية، هو يحسبها بقى. اربعتاشر ذو القعدة 1389. وده حلنا مشاكل كتير، يعني في بعض الكتب مثلا بالذات في الدولة العثمانية في بعض الحاجات بتبقى مكتوبة بالتاريخ الهجري وحاجات بالتاريخ الميلادي نتيجة ظروف كتير يعني. فاحنا ممكن ايه نقدر نفهم التاريخ من خلال حاجات زي كده. ممكن نقول له ري رايت، يعني عندنا جملة معينة وعايزين إعادة صياغة، وديناها مثلا واكتشفنا انها مقتبس من مكان آخر وحاجات زي كده. تيبل تو تكست، ممكن تديله تيبل وهو يعمل لك عليه تكست، او تكست تو تيبل بقول له اكتب لي تيبل في المعلومات ديت، يبدا هو يعمل لك الجدول. ممكن تقول له انا عايز مثلا جوه ديت ينظم لك المعلومات بتاعتك. ممكن تقول له اعمل لي سي في لمحامي فريش. هيبدأ بقى يظبط لك حاجة بحيث ان انت تعدل بس ايه شوية المعلومات. ممكن تقول له اعمل لي كود، ازاي نعمل ريكوست ال HTTP في البايثون، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. هاخده كده كوبي واروح هنا، هو لسه مخلص السي في، اقول له ستوب واقول له الورقة دي مجرد تدخل في جوجل وتكتب شيت هيطلع لك حاجات كتير جدا. يعني زي ما انت شايف في حاجات كتيرة، اشرح لي الكود دوت. ممكن تقول له انا عندي كود ومش فاهمه، اشرحه لي. الراجل اللي كتب الكود ده ما كانش كاتب بيعمل ايه، فانا عايز افهمه. تمام، ده هنا بدأ يشرح لك امبورت ريكويست وبعد كده اليو ار ال وبعد كده لو في استجابة عمل لك كود وشرحه لك. انت ممكن شات جي بي تي تخليه يعمل لك حاجه المبرمج نفسه ما كانش عارفها. تمام، يعني ما كانش في حسابه ان حد هيطلب منه كذا وان البرنامج هيطلب منه، لان هو الذكاء الاصطناعي هو بيطور نفسه بنفسه وبيبدا يتعامل مع الحاجه. ده هنا مثلا في كود بلغه البايثون بقول له حولها لي جافا سكريبت.
اول التكست دوت لنود اهي، جاب لك بقى العقد والروابط وكل حاجه، HTML to text. دي حاجات في البرمجه بقى. عندك اي كود كتبته في البرمجه وقال لك لا مش نافع، هو يصلحه لك ويشرحه لك زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز جيب مي ان نمبر ليست اوف 5 فروت، خمس فواكه. طيب تعالى نشوف. طبعا انت لو قلت له 20 30 50 مش هيعترض. اعمل لي تيبل، عملناها. ممكن تقول له انا عايز اعمل نظام غذائي، اعمل ايه، ايه التمرينات اللي انا ينفع ان اعملها. رايت السوشيال ميديا بوست، جاب لي 22 فاكهة حمضية. اعمل لي بلوج عن الحضارة الفرنسية لو عندهم حضارة يعني. اكتب ريكومنديشن لحد، اكتب لي اغنية. اعمل لي CV اهوت. فيعني كان في شخص حكيم بيتكلم معاه، مع العلم ان هو بيفتي كتير، تقريبا بنسبة 20% بيفتي. فنخلي بالنا، لو عندكم اي حاجة ممكن تفيدنا يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات.